السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. فيديو جديد، مبروك عيدكم. اليوم غادي نحضروا الروسكون ديال العيد. هذا الروسكون العجيب اسفنجي بحشوه جد رائعه تسمى تروفه. بقاو معايا، يلا نشوفوا مقادير كيفيه التحضير. مرحبا بكم مرة أخرى، ودابا غادي ندوزو للمقادير ديال هاد الروسكون ديال الريس أو روسكون العيد. هاد الروسكون واحد البيسكوتشو عجيب ورائع معروف في إسبانيا. أش غادي نقولكم، متناول عندهم في الأعياد، في نافيداد وفي الريس وبوناني. ضروري يديرو الروسكون أو اللي يشريوه. دونك شنو غنحتاجو في المقادير؟ غنحتاجو نص كيلو ديال الطحين، غربلته درت فيه قبصة ديال الملحة. الطحين من الأحسن يكون أرينا دي فورسا، أنا ما عنديش، درت غير الطحين هذا، ما يكونش داك الطحين الفورس الخاص الحلويات، لا، خصنا يكون الطحين ديال العجين بيض. عندنا 120 ملل ديال الحليب، أنا عبرتها هنايا. عندنا 120 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، قطعتها لطريفات وعبرتها. انا الزبده كندير زبده حيوانيه. السكر هو نورمالمون نفس العبار ديال الحليب وديال الزبده، يكون ديال السكر. انا ما بغيتش ندير نفس العبار ديال السكر، ما بغيتهاش تجي حلوه، حيت عاد غادي نديروا لها الحشوه. دونك خديت 80 غرام ديال السكر البني بيو، انا عندي هذا ديال ليدل دائما كنشريه، وطحنته في الماكينه الصغيره ديال القهوه. علاش؟ باش ما يبقاوليش دوك الحبيبات كبار ويذوب معايا في العجينه. عندي هنا لو زيست ديال جوج حامضات كبار، وغادي نستعمل الروح ديال البرتقال. الا عندكم برتقال حتى هو ديروا لو زيست ديال جوج برتقالات. عندي 15 غرام ديال الخميره معجونه، عندي جوج بيضات، وعندي 3 المعالق كبار ديال المزهر، لان المزهر هو اللي غادي يعطينا ديك النكهه ديال الرائعه ديال العيد في الدار. يلا دوزوا معايا لطريقه التحضير. دونك البنات، دفيت شويه الحليب. اول حاجه غادي نديرو، انا غادي نخلط هنا السوائل عاد ندوزوها للعجان. اول حاجه غادي نفرتت هذه الخميره. الخميره راه عندي في الثلاجه، هي نورمالمون كتباع طوبات صغيرين في ميركادونا وفي ليدل في جميع. ندوبها هنايا في الحليب، باش تدوب معانا. هاهي ذابت. دابا غادي ندير جوج بيضات هنايا. بغيت نديرهم هنايا باش تشوفوهم البنات مزيان، لان الصحن ديال العجانه غارق وما يبالكمش. غادي نزيدو لو زيست، يا سلام الريحه ديالو. الروح ديال هاد البرتقال، دابا غادي نزيد مزهر كاع السوائل في مره واحده، وفي الاخير نزيد السكر بشويه بشويه. يا سلام الريحه. جربوا هذا الروسكون، راه عجيب، كيجي غزال لا في الشكل ولا في المذاق، كيجي سبون خوسو. يعني اش غادي نقول لكم، رائع.
صافي البنات ما غاديش نشقي راسي معاه حيت دابا غادي غادي نخدمو في الماكينه. غير بغيت نشارك معكم كيفاش باش تشوفوا المقادير. إلا كان عندكم الكوزينة باردة غطيوه مزيان بابيل فيل. أنا غادي ندير له بابيل فيل دابا وغادي ندير له السربيطة من الفوق باش يخمر ليا. هانتوما البنات أنا جبتو درتو في الفران حيت الفران هو البلاصة اللي كنشوف بأنها دافية وسخونة ويخمر معانا دغيا. هانتوما راه ضاع في الحجم ديالو نحيد من هنا صافي. غادي نجبدو الريحه يا سلام. غادي نحيدو منو غادي ندير هكا البنات لان ما كتشوفوش ندير هكا اوكي. غادي نحيدو منو الهواء بطبيعه الحال. وانا راني موجده هنا الصوينيه ديال الفران دونك غادي نحاول ندير واحد الثقب هنا وغادي نبدا كنوسع هذه البنات ديال قشره الليمون. غادي نبدا كنوسع ما كيعطينا الطوع البنات وغادي نبدا نجمعوا من هنا ومن هنا باش من لان غادي نقلبوا هذه غادي تمشي لتحت ويجينا ملس من الوجه الاخر. غادي نهزو وغادي نديرو هنا نزيد نخدم حنايا البنات نحاولوا نديرو على شكل دائري متوازي. ونعكر ما زربانيش نعكر بشوية علينا عاد غادي نعطوه يخمر للمرة الثانية. هنا جبتو من الفران راس صافي خمر لي خمر تبارك الله ها هو ضاع في الحجم ديالو. دابا غادي نخفق هاد البيضة. شنو غادي نحتاج؟ اللوز رقائق ريح فينا. غادي نحتاج هاد لي سوغيز
كونفيتي، وغادي نحتاج هادو ديال البرتقال وديال الحامض ديال ليدل. انا مشيت كنفتش على دوك البرتقال اللي كبير كونفيتي اللي كتعرفوه، ولكن ما لقيت والو من هاد الشيء في الكامبو، ما كاينش. دونك غادي نقضي بهادو. عندي هنا ديال البرتقال وديال الحامض، نزين بهم ديال المعالق ديال السكر اللي غادي نفزقهم بواحد المعلقه ديال مزر باش يدير لنا تركيبات السكر. هانتوما باش يجي هكذا مكركب نزينو، نتوما زينو بالسكر الابيض صافي. دابا غادي ندهن غير بشويه درتو يسخن البنات على درجة حرارة 170 من الفوق ومن تحت. غادي ندهنو بشوية مزربانينش باش ما بغيناش نعطيو هاد الضربات مجهدين باش ما يتفش العجين. صافي البنات، ها هو الشكل ديالو. غادي نديرو في الفران يطيب واحد 30 حتى 45 دقيقة، لأن كياخد الطياب ومن الفوق ومن التحت، وحنا كنشوفو عندنا ميزاننا فاش يطيب نجبدوه. غادي نخليوه يبرد على خاطرتو، ودوزو معايا نوجدو تروفه. تروفه كيما قلت لكم، تروفه هو واحد الحشوه اللي غادي نعمرو بها الروسكون ديالنا. كيتعمر يا اما بالناطا والماسكاربوني، او الناطا والفرماج كيتضربو، او تروفه يعني الناطا والشوكولا. دونك شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج واحد القوطه ديال الناطا. الناطا تكون نسبة الدهون ديالها 35% البنات، ها هي 35% الدهون. انا مشيت للكامبو منين بدا الكونفينمون، ما بقيتش كنلقى ديك الناطا بارامونتار ديال استوريانا، دونك بديت كنلقى غير هاد ويبين كريم. ما مقتنعاش بها بزاف، ولكن غادي نستعملها. دونك وغادي نستعمل هاد الشوكولا ديال الحلويات،
كيجي زوين في الحلويات، كيعجبني هذا. كاين واحد اخر بدون سكر ولكن ما لقيتوش، بما ان هذا فيه السكر انا ما غاديش نزيد 80 غرام ديال السكر باش ما تجيناش الحشوه حلوه، ما غاديش نزيدها. هذا هو السكر البني البنات اللي كنستعمل ديال ليدل بيو. كيكون ما كيكونش حلو، راه ماشي حلو، كيكون شويه بالسوس. دونك غادي نسخن شويه الناطا وغادي نذوب فيها هاد الشوكولا. غادي نفرتت بعدا هاد الشوكولا، هاد الباكيه ديال الشوكولا راه فيها 200 غرام، سمحوا لي راه ما قلتها لكمش، 200 غرام 500 ديال سميتو ديال الناطا. هادي حلوه ديال العيد، الروسكون ديال الريس راه غني عن التعريف، كاع الناس ديال الشمال راه كيعرفوه، والناس اللي ساكنين في اسبانيا بطبيعه الحال. حنا كنديروه في بونانيس صراحه، كيعجبني بزاف، وحجم عائلي ولذيذ، كيجي لذيذ لذيذ لذيذ. غادي ندير هاد الناطه. حنا الحلويات ديال العيد البنات راه غادي نخليها لكم هنايا في هذا الجانب، سلسله حلويات العيد، رجعوا ليهم وتشوفوهم، راه تما حلويات لذيذه جدا. حيت صراحه دابا حنايا مور العيد غادي انا غادي نرجع للسيستم ديالي اليمونتير، ما غاديش ناكل الحلويات، ما ناكل حتى حاجه. دابا الانسان في رمضان مع كيكون صايم كيحتاج شويه ديال الجهد، والواحد ياكل من الطف. دونك غادي نسخن شويه، غادي نسخن شويه الناطا وغادي نرمي فيها الشوكولا. البنات دابا من بعد ما برد لينا الروسكون ديالنا غادي نحاولوا نقلعوه من هنايا. وغادي نحاول بشويه نقطعو على في النص، لان انا بغيت نعمره. غادي نبقى غاده معاه. غير شويه ما زربانينش باش ما نضيعوش. الريحه ديالو يا سلام البنات، ما تصوروش الريحه ديال الزهر وديال القوام، كتحمق. وريحه البرتقال
غزال الصراحه. صافي غادي نحاول دابا نحيدو غير بشويه. شي واش ميتهرش معانا. صافي البنات دابا غادي نجيب لا تروفا وغادي نعمروها. نزيدو دابا الروسكون ديالنا وغادي نحطوه من الفوق هكذا. ما احلاه، ها هو مقاد. السليد ديال البنات ها هو الروسكون ديالنا. دابا غادي ندير واحد، ما نمشيش بلا ما نوريكم كيفاش غادي يجي. هو هذا البنات، ها هو درتو في الطبق حجم عائلي غزال. وغادي نقطعو، كيجي غزال البنات. شفتي شهوه منه النهار ديال العيد. ها انتما شوفوا، اسفنجي وغزال، وتقدو تعمروه باي حشوه. حنايا كنفضلوا هذه التروفه احسن من الميرينغي. وهو هذا البنات، الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، حاجه جديده وزوينه وانيقه في هذا العيد ديال في هذا العيد الصغير ان شاء الله. مبروك عواشركم ومبروك عيدكم، وما تنساوش تشيروا بلايك الى عجبكم الفيديو. ودائما رحنا كنشكركم الناس القدام وجداد بطبيعه الحال اللي انخرطوا في القناه ديالنا، قناه طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده، ومع هذا الكيك او الروسكون ديال العيد. نخليكم في امان الله، تهلاو ليا فراسكم ومع السلامه احبائي، مع السلامه.